فريق طبي مختص في الجراحات التجميلية يحل بولاية المسيلة في إطار التوأمة المبرمة بين المستشفى الجامعي سعادنا عبد النور بولاية سطيف والمؤسسة الاستشفائية الزهراوي من أجل معاينة وتشخيص نحو 200 حالة تعاني من تشوهات على مستوى الوجه. اليوم صباحا الساعة 8 بدينا الفحوصات الطبية، وكما شفتم معنا كان إقبال كبير من المواطنين تاع الجهة هنايا. لحد الآن راهي الساعة 11 كان المرضى المسجلين تقريبا 165 مريض. عملية التشخيص ستاليها برمجة تواريخ لعمليات جراحية حسب الأولويات وحالة المصابين. كاين عدة حالات، وخاصة من حالات اللي شفناهم لحد الآن التشوهات الخلقية وأيضا الأورام، واللي كيفوسمو اللي رايحين بربي إن شاء الله نديرو لهم عمليات جراحية. كسوا دونك تسمى عندنا في المستشفى الجامعي لولاية سطيف ولا نديروهم هنا. اتصلت الجالية التونسية باه نعم ندير لها عملية جراحية، وشرطوا فيا مستحيل من أجل مبالغ مالية باهظة ما قدرت لهاش. لجأت ليهم عطوني نسبة النجاح في العملية هذه مليحة، قالوا إن شاء الله نتبعوها حنايا هذا الدكتور ميمون، قلنا إن شاء الله، قال يتبعني أنا وما زلت تروح لتونس. مبادرة من شأنها تذليل المسافات ومنح الأمل أكثر لهؤلاء، خاصة وأن العديد ممن يصابون بعاهات يلجؤون إلى دول الجوار، هذا إن توفرت لديهم الإمكانيات المادية، والتي في غالب الأمر ما تقف حاجزا وأمالهم.